وطبعا يمكن الهدف من بشارة يوحنا لما بيتكلم أو بيكتب بوحي من الروح القدس بيتكلم عن بحارب بدعة، بدعة قديمة اللي هي كانت في بداية المسيحية. نعم. انتشرت اسمها بدعة الغنوصيين أو الغنوصية. نعم. وهي البدعة طبعا عدا أنه في كتير أفكار جزء من هذه البدعة التي تنادي أنه الجسد مادي، فإذا المادة شر وحاشا أنه المسيح يتخذ جسد في ملء الزمن. نعم نعم، فيوحنا كان بيكتب ضد الغنوصية بسبب زي ما حضرتك قلت ان الغنوصية بتنظر الى المادة شر وبتنظر الى الكائن الروحي ان هو اقدس من الكائن الجسدي. باعتبار الكائن الجسدي له جسد مادي وبالتالي نجس. ودي طبعا فكرة شيطانية بحتة.